مساكم الله بالخير والسرور. اليوم بسوي معكم اصابع التوست المقليه. طبعا الحشوه انتم تختارون اللي انتم تبون، انا بسوي حشوه دجاج مع جبن. الحشوه اختاروا اللي انتم تبون، لا تتقيدون شيء. وميزه هالوصفه انها تنفع انكم تخزنونها، سهل عليكم في رمضان ان شاء الله. الله يشرفه ويبلغنا اياه ويبارك لنا فيه ان شاء الله. بعد ما تغير لون الدجاج راح اضيف البصل والفلفل وحمسه معه لين يبدا يذبل. بعدين راح اضيف الثوم وراح اضيف البهارات المشكله، اي بهار مشكل انتم حابينه. انا راح اضيف بابريكا، بهارات برضو الدجاج، فلفل اسود وملح. بعد ما ذبل عندي البصل راح اضيف الثوم احمسه معه، وبضيف بهارات الدجاج زي ما قلت لكم، الملح، الفلفل الاسود، بابريكا او اي بهارات انت معتمدتها. بعدين راح نضيف جزر مبشور، هو اختياري طبعا حسب ما تحبين، انا راح اضيفه يعطي شوي حلاوه للحشوه وطعم. هذا الجزر المبشور الحين راح اضيفه احمسه مع الدجاج شويات واطفي النار، بس ابي الدجاج شوي يستوي. بس خلاص هو تقريبا ما ياخذ وقت لان الدجاج قطع صغيره، والجزر بس ابي يذبل اساسا. الجزر اذا كان مبشور برضو ما ياخذ وقت وراح تنقله. خلاص الدجاج خلص، جاء على بالي اضيف لها ذره. زي ما قلت لكم انتي حره بالاضافات وبالحشوه اللي انتي تبينها، يعني تقدرين تلعبين بالحشوه زي ما تبين. خلاص كذا تقريبا خلاص، اضيف لها شويه جبنه موتزاريلا وتشيدر واخلطها واطفي النار. بس ابي الجبنه تتداخل مع الحشوه واطفي النار. هنا جبت التوست، شلت الاطراف وبرققها بالفراده. هذه الحشوه حطيت عليها تقريبا ملعقه كبيره جبنه سايله وبخلطها معها، وبس تبرد بحط لها شوي بقدونس تعطيها كذا نكهه. اللي ما تحب البقدونس ممكن كزبره او شبت، او اذا ما حبيتوا تحطونها براحتكم، بس تعطي نكهه حلوه للحشوه. ترى يلا ناخذ من الحشوه نحطها بالتوست. بعدين عندي هنا الصمغه، نوع عباره عن دقيق ومويه، نصمغ الاطراف هالشكل وبعدين نلفها رول كذا. تلفونها بهداوة وتضغطون عليها عشان تلصق الأطراف، من الأطراف برضو تضغطون هنا هنا وتصير بهالشكل. طبعا تضغطون الأطراف عشان ما يتفكك عليكم. أخلص رولاتي وأرجع لكم. وتصير معكم بهالشكل، لازم تضغطون الأطراف زين عشان ما تتفكك عليكم. أخلص رولاتي وأرجع لكم. وهذه الكمية وخلصتها، الحين راح أجهز زبدية فيها بيض وبقسماط، أغمسها في البيض والبقسماط وأدخلها فريزر بس تتماسك بعدين أقلعها. يلا ونبدأ نغمسها في البيض وبعدين نحطها بالبقسماط. أنا عندي هذا البقسماط الكوري، فضلته لأنه يعطي قرمشة أكثر. اللي مو متوفر عندها عادي البقسماط العادي، بس شوفون تعطي شكل مرة حلو حتى. وخلاص نحطها بالصينية. بسم الله نبدأ نقلى رولات التوست. بس عملية تحمير للتوست لأن كل شيء مستوي، بس نحمر الرولات على السريع. وهذه رولات التوست بالدجاج والجبن، سهلة وسريعة وتفك زنقة في رمضان. تقدرون تفرزنونها وتطلعونها قبل الفطور وتقلونها على السريع، ما يبيلها شيء. وتتحكمون حتى بالحشوه، تبونها حشوه جبن، تبونها بالدجاج، تبونها بالتونه، اللي تبون. وبالعافيه.